صباح الخير مشاهدينا، لقاءاتنا بتتوالى ببرنامج يوم جديد بلانش، وانا رح رافقكم استثنائيا اكيد اليوم للساعه 10 تحديدا لسالم الهوى لفريق قسم الاخبار والكاتبه والمعالجه بالقياده ديما اسطنبولي هي ضيفتنا باولى هاللقاءات. بدي اقول لك صباح الخير ديما واهلا وسهلا فيك. صباح النور ديما، اليوم موضوع حساس جدا وموضوع بعرف انه كمان دقيق جدا وخطير جدا، خصوصا انه يمكن عم نشوف بظل الاشياء اللي عم نقطع فيها، وهنا مش بس عم بحكي عن الوباء العالمي اللي صار، عن اللوك داونز، عن الأزمة الاقتصادية، لا عم بحكي عن كل شيء عم نمرق فيه بالعالم من تغيرات عم بخلي انه كل المصايب اللي يمكن كانت بتلم بمراهقين وشباب صارت عم بتبلش تدق بأطفال. يعني عم نسمع انه قد ما عم بتصير شائعة الأمور أكثر وأكثر، لأنه للأسف عم نروح على مطارح بشعة بكثير من المطارح. أنا هون بعرف انه يمكن شوي انا عندي حساسيه ضد السكرينز والتابز وكل شيء، بس انا بحس من هيدي النقطه، من هيدا المطرح، كل ما قلق اجيالنا عم بترجع لورا. الادمان على انواعه الادمان آفة المجتمع اليوم، وهيك منبلش ادمان السوشيال ميديا، ادمان التاب، لانه هون عم نحكي اهل واولاد، مش عم نحكي بس اولاد، عم نحكي ادمان الدواء البين كيلرز، ادمان الكحول، صح، ادمان الدراج، كلهم. تخيل اليوم رح نحكي عن هيدا الموضوع، كيف كلهم عم يجوا من فرد محل واللي هي الوحده، اذا بدنا نقول ايه هيك. ليك اليوم يمكن تشوفوني شوي لا مبسوطه وبوزيتيف وكل شيء، بس عندي هيدا من جوا، ما بعرف كيف بدنا نوصل اليوم، لانه كمان اليوم الصبح كنت عم خبرك اني كنت عم بحكي مع حدا مع لبنان الساعه 2 الصبح عندكم، عم جرب اقنع حدا انه بعرف انه الحياه صعبه، بعرف انه صعبه ما يكون قادر واحد يقدر ياخذ دواء، صعبة ما يكون عنده مي، صعبة ما يكون عنده كهرباء، صعبة يكون تعرض لما بعرف شو هو صغير، كل هيدا صعب. بس شو هو اللي عنا إياه اليوم نحنا اللي منقدر ناخده ونمشي؟ كيف أنا بدي أمشي؟ هيدا اللي اليوم طالع عبالي نقدر نوصله أنا وياك هيك بطريقة ما بعرف. يلا أنت يعني ديما، أنا بعرف قديش أنت يعني بترافق الاشخاص بالابس مش بس بالداونز تبعولهم، وبعرف قديش صعب تكوني حدا عم بترافقيه ويكون وصل لهيدا المطرح لانه بده ينهي حياته، يعني اكيد كثير صعب. واكيد خلينا نقول للاشخاص اللي بفكروا انه ما عليه شو ما كان اللي عم ناخده هيدا ماشي، لا، اي شيء لو قد ما كان صغير بدون ما نسمي شو هو، اي نوع من الادمان معقول يوصلنا بالاخر لحتى نحس انه نحن بدنا نتخلص من حياتنا، بدنا ننتحر، ما بقى في شيء بيعني لنا، لانه بنفوت بدوامه. يعني هي منا مسحه، صح، اوكي، بتبلش بمسحه، بتبلش بجروب اصحاب عم بيتسلوا سوا، بتبلش ب ب ب بمطرح حلو، يمكن ما بدنا نكذب على بعض، صح. وهون هون البارانتيز، هون البارانتيز انه ايه الشخص اللي انا عم بحكي معه عم بيقول لي انا حياتي مش ضابطه، بس اذا انا مثلا بعطي اعضائي لحدا بكون عم بعطي حدا يستفيد، هيك هيك انا حياتي ما لها معنى. عم تخيلي هي نقطة، أنا عم بنطلق من نقطة بوزيتيف، بس أنا ما عم بعرف إنه الثانية اللي أنا بقرر إني أوقف حياتي عم بيتأثر وراي 135 شخص. يعني إذا أنا فكرت إنه أنا هيدا الشيء عم بعمله منيح لهيدا الشخص اللي رح ياخذ شيء مني،
انا عم بقتل 135 قلب. انا هون بعرف يمكن في حدا عم يسمعنا ويكون عم يعاني من هيدا الشيء، انا ما عم بقول لكم، ما عم بحط لوم عليكم، نحن اليوم جايين نفتح نظر العالم تيفهموا انه اذا انا بقرر لانه ما بقى فيني وقف هيدا الشيء، يمكن قلق بمطرح سبيريتويال كثير اصعب من اللي انا عم عاني فيه على الارض. اوكي. ديما ليه في اشخاص بيروحوا على هيدا المطرح وليه في اشخاص بيكونوا معلقين باشياء عندهم نوع من الادمان شو ما كان نوعه بس ما بيروحوا لهيدا المطرح؟ يعني هل الامراض النفسيه اللي بتكون بريديسبوزي عنا بجيناتنا بمحيطنا بالاشخاص اللي بنكون نحن محاوطين حالنا فيهم بتخلينا نروح يا على مطرح بشع كتير ما بقى عنا كنترول على حياتنا وعلى تصرفاتنا وعلى كيف منشوف حالنا بالأول قبل ما نشوف الآخرين والحياة وكل شيء عم نعيشه؟ ولا في أشخاص لا بدلهم كل حياتهم بدخنوا هيدا السيجارة مثلا وما بيتأثروا؟ ليك رح بلش هيك شوي. أول شيء خلينا نحكي إنه مزبوط نحن من we develop يعني منطور الصحة النفسية تبعنا بطريقة بشعة أو حلوة حسب شو قطعنا نحن وصغار، وهيدي الدراسات أثبتت إنه في شغلتين كتير مهمين هي شو قطع علينا نحن وصغار إذا كان neglect أو abuse مقصود أو غير مقصود، وتاني واحدة هي الانتقال من الطفولة للأدلتود، يعني أنا صرت شخص واعي بهالنقله بيصير عندي هيدي المشكله. هلا هون هن مثل كيف بيقولوا التيران التربه الخصبه كرمال انا تو ديفلوب هالصحه العقليه اللي مش كثير منيحه. هلا رح خبر خبريه كثير صغيره وهي مشهوره بس ضروري الكل يعرفوها تنعرف شو الاسباب ونشوف كيف نحن اليوم فينا نساعد حدا حوالينا عم بيعاني من هيدا الموضوع. في اكسبيريانس سموها البرات بارك، يعني الملعب الملهى تبع الجرادين. بلش الدكتور الكسندر عمل جاب رات اللي هن الجردين بس رح احكيها بالانجلش اهلا، جابهم حطهم باوضه وما حط لهم شيء غير قنينتين مي، وحده فيها مي بس وحده فيها مي مع دراجز. اوكي، ما كان عندهم شيء حواليهم غير هالقنينتين، سو لاحظوا انه كل الوقت الراتس عم بيروحوا على القنين اللي فيها دراجز وياخذوا ياخذوا 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 حتى يموتوا لانه ما رح يقدروا يتحملوها. بيقوم بيرجع بيشيلهم وبيحطهم بانفايرمنت جديد، بهذا الانفايرمنت بيعمل بارك بقلبه وبيدخل عالم جديد وبيعمل مثل طريقه انتراكشن. تخيلي عم نحكي نحن على الراتس، وبيخلي نفس قنينتين المي اللي تعودوا عليهم، يعني هن معودين على هيديك المي، في منهم مات في منهم رجعوا اخذوهم يعني حطوهم بهيدا الانفايرمنت. لما كان عندهم هالانتوراج وهالكوميونيتي وهالقصص اللي هن عم يتلهوا فيها يروحوا على القنينة ينقوا القنينة نظيفة ياخذوا المي، واللي منهم جرب ياخذ المي اللي فيها دراجز اخذها اوكيجن اللي ما اخذها تحتى يموت. هيدي الاكسبيرينس اخذوها تحتى يبرهنوا انه نحن اليوم بمجتمعاتنا وبحكوماتنا وبكل شيء بنروح بنحارب من وين عم يجي الدراجز، بنحرق الدراجز، بنفوت العالم على الحبس. بس هل يا ترى عم نجرب نلاقي حلول لهالعالم اللي بينت انه الوحده والبعد والجادجمنت والكريتيسيزم، يعني كل وقت عم نحكم على العالم عم تخلي عم نفكر نحن اذا هددناهم او عم حكينا معهم بهي الطريقه عم نخليهم يبعدوا، بالعكس نحن عم نخليهم يقربوا. سو الانتوراج البيئه اللي نحن فيها يا بتخلينا نروح على الادكشن يا بتخلينا نضلنا. لو كانت الادكشن، وهون هيدا مساج للاهل انه ما بقى نحن من خوفنا منهدد من خوفنا منخوف، بس اذا بتربوا اولادكم مظبوط وبتحضنوهم مظبوط لو حطيتوا قدامهم المخدرات او حيالله شيء هن ادكتد له او حتى هالسكرين بيوقفوا يستعملوها لما يكون عندهم شيء ثاني هن حاسين حالهم منتميين له.
من هيك ديما معلي كمان انا دايما بعرف انت كأم وانا كأم منحب نكون عم نحكي عن خبراتنا الشخصيه كأهل، كثير مهم نكون عم نعمل اورينتيشن لاولادنا على الموسيقى على الرياضه على امور فيها تكون عم بتحل محل هالشيء السحر يعني الاكران. اكيد اكيد بدهم يعملوا عليه ادكشن، يعني نحن عنا ادكشن على تليفوناتنا، نحن ما عم نعرف كيف بقى ننام بلا ما نكون ضاويين البلاتفورمز عم نحضر سيريز، يعني ما بنعرف من حالنا اذا نحن كبار وواعيين وهيك عم بصير فينا. بقى عبوا عن جد عبوا لاولادكم يعني بقياماتهم، خدوهم على معارض رسم، خدوهم يركضوا بالطبيعه، خلوهم يكونوا عم بيعملوا اشياء تانية وكونوا فيرم، يعني لازم نكون عن جد ستريكت بمطرح من المطارح لانه يا هيك يا بنخسرهم بالاخر. صح، وليكي هون قصه السكرولينج والسكرين كنت عم بقرا اليوم شغله كثير مهمه كمان، هي اكسبيرينس رح اقولها معلي لو حطينا اثنين اكسبيرينس بس مهمه لانه هلا حكيتي على السكرولينج. في دكتور سكينر عمل اكسبيرينس على البيجون على الحمام، حطهم ببوكس وصار علمهم انه كل ما بيفقسوا فقسه بينزل اكل، سو هن وقت يجوعوا بيروحوا بيفقسوا الاكل الفقسه وبينزل الاكل تبعهم. بعدين غيروا الفكره، بدل ما يفقسوا فقسه عطوهم لهم راندوم، اوقات لازم يفقسوا اربعه تيطلع لهم اكل، اوقات لازم يفقسوا ثلاثه، اوقات لازم يفقسوا خمسه. شو صار فيهم؟ لانه في مجهول ما بيعرفوا ايمتى صار عندهم نوع من الكومبالسيف بيهيفير، صاروا يدقوا يضلهم عم يدقوا على هيدي، بطل فرقانه معهم اذا نزل اكل ولا لا، وبطلوا يروحوا كرمال لانه جوعانين، وقد ما يعني في منهم ضلهم 16 ساعه عم بيفقسوا حتى ماتوا. هون بخدك على الادكشن اللي عم نحكي فيها السكرولينج، تخيلي السكرولينج والجيمينج اللي عم يستعملوهم هلا، عم يستعملوا هيدي الاستراتيجيه بدل ما يستعملوها للكوتيل منيح، عم بخلونا نحن نعيش هيدي ما بعرف واتس نكست، مثل الجامبلينج بتعرفي وقت السبوت ماشين سلوت ماشين بتحطي انت خلص مو فرق انا معك قد ايه رح ينزل، بس المهم حط خلص صار عندي هيدا واتس نكست بسكرولينج، هيدا اللي عم يعملوا فينا. وهون الوعي اللي نحن عم نحكيه هلا رح يخلينا ننتبه انه ليش نحن وليش ولادنا كلنا عم نكون ادكتد، لانه لما هالساتيسفاكشن بناخذها لما نحن نعمل سكرولينج واتس نكست، شو عند صاحبتي؟ شو عند هيدا تي في؟ شو هيدي السيل؟ عرفتي؟ عم نصير بدي نكست بدي نكست، هي كونسامبشن، بدهم ياني انا احضر زياده لانه موضوع ثاني بنفوت بالكليكس وبنفوت قد ايه بقينا على هيدا السايت وبنفوت وبنفوت. فتخيلي كيف كل شيء عم يستعمل ضدنا ونحن عم نفكر عم بهرب من مشاكلي، عم بهرب من مشاكلي، مفكره انه اذا انا هربت بينحلوا. هيدا بعد ما حكينا عن المحتوى اللي موجود بهدول المطارح وغسيل الدماغ، بعتقد ديما لازم نعمل حلقه عن هذا الشيء عن جد، بركي نكست ماندي عن جد بنعمل عن السوشيال ميديا وغسيل الدماغ، يعني هدول العنوانين. ديما شخص مدمن هو دايما شخص ضعيف؟ هو ضعيف لانه ما تعلم لحديت النهار اللي بيتعلم، هو ضحيه لمرض، لانه بالنهايه الادكشن نحن صحيح نحن كلنا وخصوصي بمجتمعاتنا بنعمل جادجمنت على المدمن، بس نحن ما بنعرف انه الادمان هو صار مرض. وانا تقدر حل هذا المرض، في كثير عالم ما بيفهموا انه اليوم في ويذرول، يعني انا وقت اشيل منه لهيدا الشخص، اذا شلت منه هيدا الشيء غصبا عنه وما عملتي له سبورت بمطرح ثاني، في عندي مشكله لانه رح يفل من عندك ويروح يلاقي حيلا شيء، ولما ما يلاقي بيقول لا انا اضبط موت. عم تخيلي كيف بيلقطوا ببعضهم، يعني هي مش قصه كيف بجبر، مش قصه بدي احكي، بدي هيدا الشخص از فولنربل ايه وضعيف لانه ما عنده حدا يجي يقدر يحكي معه، اول ما يحكي مع اهله رح دغري يعيطوا ويصرخوا انه انت ما بنوثق فيك، بينما هو بحاجه للحنان، بحاجه ليحس انه اوكي تعال نحكي بهيدا الموضوع، انت هيك حاسس، عرفتي؟ بلش خليهم يفتحوا، خليهم يحكوا،
بتعرفي ما بعرف اذا شفت الكامبين اللي عملوه من فتره ار يو اوكي، قد ايه مهم انا اجي اسال. تخيلي هيدي لو انا اليوم بجي بسال ار يو اوكي للعالم اللي حوالي، قد ايه في عالم بحاجه يحكوا ما عندهم حدا يحكي معه. اكيد اكيد، لانه بنخاف من الجادجمنت. يعني بعتقد هيدي نقطه كثير كثير مهمه. من هيك كمان مهم اذا ما في حدا منوثق فيه حوالينا نلجا لاختصاصي. صح. بس هل دائما ديما هل دائما لازم نبلش؟ بتعرفي لانه دائما معك الافكار عن جد فكره بتاخذني على فكره على فكره، قد ما بكون مشتاقه عن جد من هيك، مع انه انت منك كتير اوكي اليوم، انه عتلاني هم الشخص اللي لا انت عم بتدعي، بس انه انا بعرف اكيد انه كمان ايجابيه انت، ودائما بزياده يعني طلعتك معنا ابتسامتك دائما فيها ايجابيه. دائما لازم نبلش بحدا قريب منا منوثق فيه، يعني افضل هيك، لانه مرات بصير بفكر انه بس ليه بدنا، يعني اذا شيء هالقد زعجنا وما عارفين عند مين بدنا نروح، ليه ما دغري بنروح عند الحدا اللي شغلته يعني. اوكي رح اقول لك هون شغله كمان بالريسيرش، لانه انا كثير عم بشتغل على قصه بدي اعمل بي اتش دي بهيدا الموضوع بقى، كثير عم فوت بي اتيود وبقصص. المشكله بالسيستم، واليوم ما انا عم بحكي ضد السيستم، انا عم بحكي انه البروسيجرز اللي بيستعملوها الاخصائيين فيها نوع من الريجيليتي، يعني بدي فوت بدي اوصل، في عندي نوع من الفورمال توك، وانا اليوم واصله معي لهون، سو ما فيني انا اجي فوت وبدي اتعرف على شخص جديد وما بعرف اذا بوثق فيه ولا ما بوثق فيه، عرفتي؟ وثلاث ارباعهم ما بيسالوك على الانفايرمنت، بيسالوك على انت شو عم تقطعي. ولهيدا اليوم البسيكياتر كنت عم بقري له مقال عم بيقول ليه ما بتسالوا هالعالم مين السبورت سيستم؟ مع مين بتحكوا كل يوم؟ لانه كثير مهمه الشخص اللي اليوم حاسس حاله منه طايق وعن جد عنده افكار عم تاخذه على مطرح معين، كثير ضروري يبلش بالعالم اللي بيوثق فيهم اكثر شيء وبيعتبر انه عن جد بحبوه unconditionally. يعني بس ديما الموضوع هالقد حساس، ما بنخاف انه صديقتنا اختنا، انه هذا موضوع كثير دقيق، ما في ما صح. ما بعرف اذا فينا نتكل على حدا مش شغلته، يعني مع احترامي اكيد انتبه، انا ما عم بقول انه انا ما بعمل هيك او لا لا حدا ما لازم يعمل هيك. فهمتك بس انا عم بعطيك اليوم، انا الصبح اوكي رح خليني احكيكي هيك، كنت عم بحكي مع حدا بلبنان بيشتغل بالدونيشنز وعم ام باكينج ذات بيرسون حتى اعطيها القوه، لانه كمان عم تقطع وعم تساعد كثير بيشنتس، وخلص وصلت معها كمان لمحل، بينا لاثنين الصبح عندك اوكي، بوعى 6 الصبح بلاقي مساج منها هي بعثت لي انه بليز ساعدي هيدي البنت. طب انت اليوم 2 الصبح بلبنان اوكي، هيدي البنت هلا عم تفكر بهول الافكار، تانطر للاخصائي تاوصل للاخصائي واخذ موعد واعمل هيدا كله، عم عرفتي شو انا قصدي؟ اكيد اذا انا عندي اخصائي صحبي انا وياه او انا اوريدي عند حكيم وعم بروح لعنده يمكن يكون عندي هالاكسس سريع، بس هول الاشخاص لما يحسوا انه هن ما بقى فيهم، بتعرفي شو كل شيء بدهم اياه بهيدي الثانيه؟ بدهم حدا يخليهم يحسوا انه يو ماتر، انت اليوم بتفرق. وهيدي البنت فاتت هيك على السوشيال ميديا تبعي، قريت كم شغله، حست انه سالتها قالت لها بدك تحكي مع هيدي المره؟ قالت لها ايه، بلشت انا حكي معها، كسرنا الجدار بهيك، ما بعرف كيف، ما تساليني ويمكن انا هيدا الله عاطيني هاي النعمه انه اي جامب ان لو شو ما كان. طب انا هيدي البنت لو بدها تحكي معي وامشي على الاصول وقول بليز انا ما خصني مثلا، انا كل شيء عملته قلت لها قولي لي شو بكي شو حاسه؟ قالت لي ما عندي وما عندي وما عندي وما عندي وما عندي، عرفتي؟ طب انا كيف بدي اعمل امشي بحياتي؟ بلشنا بحديث الايمان، بلشنا بحديث انه طب يا جماعه نحن كلنا بنقعد بنفكر كانه هي الحياه ابديه اوكي، وكلنا بنقعد منخاف على مستقبلنا، طب انا شو بدي اعمل؟ كيف بدي اعمل؟ طب اذا كان اليوم اخر يوم من حياتنا، عرفتي؟ بس اثبتت الدراسات اليوم انه هالاشخاص اللي هن
عم يقطعوا بضجيج بنويز براسهم. اهم شيء السبورت، الناتشرال سبورت تبعهم العالم اللي حواليهم. مشان هيك عم بقول انا ما عم قلل من اهميه الاخصائي، بس انا عم بقول عندي اليوم مشكله انه ما حدا عم يسمع، واذا راحوا على الفورمال way of talking ما عم يقدروا يوصلوا لنتيجه. سيما اسطنبولي الكاتبة والمعالجة بالقيادة، أكيد نلتقى الأسبوع الجاي، وأنا ببعت لك بوسات من هون لأستراليا مني ومن كل فريق العمل. اشتقنا لك كتير، على أمل بزيارتك على لبنان لو بتكون جاية فاكيشن، بدنا إياكي هون معنا كمان بالاستديو. أوكي كل الحب، وأكيد نلتقى الأسبوع المقبل. فاصل قصير مشاهدينا، وبتلاقيكم زميلتي بلانش حداد بعد البريك مع عبير ابو جيل اختصاصية التغذية، وموضوع اكيد بهم الكتار. تابعونا. طيب